بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس إن شاء الله راح نشوف البرنامج اللي تكلمنا عنه في البداية في المصفوفات، أو البداية تكلمنا عن الأري. البرنامج يقول اكتب برنامج، اكتب جافا، برنامج جافا يقرأ لي 100 عدد، طبعا دبل عدد دبل، ويطبع الأشياء التالية: مجموعة الأعداد، متوسط الأعداد، ويطبع لي العدد إذا كان فوق، إذا كانت قيمته فوق المتوسط. زين، يعني تخيل ان هذه 100 درجات 100 طالب، يطبع لي مجموعة درجات، يطبع لي متوسط درجات الطلاب، ويطبع لي الدرجة إذا كانت فوق المتوسط، درجة أي درجة فوق المتوسط. طيب، احنا شفنا قبل كيف نحل البرنامج باستخدام الفاريبلز، وهذه طبعا قدامك الحل باستخدام الفاريبلز. طبعا قلنا احنا انه مشكله البرنامج هذا، طبعا احنا حليناه فقط الاربع درجه، اربع مدخلات يعني فقط. ليش؟ لانه راح نحتاج نعرف متغير ومتغير ومتغير وهكذا. يعني هنا عرفنا فقط اربع متغيرات، لكن لو كانت 100 راح نحتاج نعرف 100 متغير، وراح نحتاج نكتب الاف هذه 100 مره. زين، قلنا انه المشكله هنا انه لو كان عندي فقط الجزء الاول والثاني من السؤال، اللي هو يطبع لي المجموع يطبع لي المتوسط، فانا ما راح تكون مشكله كبيره بالحاله هذه. وكاكسرسايز ارجو انك تكون فاهم الموضوع هذا. اذا كنت ما تفهمه، حاول تحل السؤال هذا نفسه بدون اريز، الجزء الاول والجزء الثاني، وبدون ما تستخدم الا فيريبل واحد، او حتى طبعا لازم تستخدم فيريبل سم وفيريبل افريج، تو فيريبلز، لكن غير التو فيريبلز هذول ما ابغاك تعرف ماكسيمم، يعني اكثر شيء تعرف فيريبل واحد اضافي، يعني 3 فيريبلز فقط، وتحل لي الفقره الاولى والثانيه فقط زين باستخدام اللوب. حاول تسوي شيء هذا. بعد كذا فكر ليش الفقره الثالثه ما تستطيع انك تحلها. طبعا حاول وارجع للفيديو حتى اني اشرح لك. طيب، اتمنى انك حاولت. طبعا الفقره الثالثه ليش ما تستطيع تحلها؟ لانه لو كان المطلوب منك فقط انك توجد المجموع وتوجد المتوسط، فانك بكل بساطه راح تمشي في لوب، تقرا كل عدد، تجمعه مع الاعداد السابقه وتمشي اللي بعده. زين، وفي النهايه تاخذ الافريج، هو عدد المجموع على عدد الاعداد، يكون عندك عداد حاسب لك عدد الاعداد، او الحين عدد الاعداد عندنا ثابته طبعا 100، ونفس الشيء المجموع، وانتهينا. لكن الان المشكله في الفقره الثالثه، انك بعد ما انك تنتهي قاري الاعداد زين تحسب الافرج، لازم ما تقدر تحسب الافرج متوسط الاعداد الا بعد ما تنتهي قاري كل الاعداد. الان انتهيت قاري الاعداد كلها، حسبت الافرج، الان تبغى تقارن كل عدد من الاعداد اللي قريتهم بالافرج. زين، طب الاعداد اللي قريتهم وين راحوا؟ كلهم تم قراءتهم وانتهوا، ما خزنتهم في الذاكره. اذا الفقره الثالثه تفرض علينا اننا نحتاج الى تخزين، زي الكلام مكتوب هنا بالاخضر، نحتاج الى تخزين عدد كبير من القيم، بمعنى آخر نحتاج إلى عدد كبير من المتغيرات. وفي الحقيقة طبعا ممكن يجادل واحد يقولك حتى لو كان كذا أنا راح أحله في variables، ما زلت أستطيع أني أحله باستخدام variables بدون array. زين، راح أعرف 100 variable. أنا أقول لك الكلام التالي: تخيل لو البرنامج قال لك أنه عدد الأعداد المدخلة ما هو 100، وإنما المستخدم راح يحدد لك، المستخدم راح يقولك أبغى منك N number، أبغى أعطيك N نمبر. زين، ان هنا مجهول غير معروف، يعني ممكن 100، ممكن 1000، ممكن اربع ارقام، وابغاك تحسب لي الثلاث اشياء هذه. في هذه الحاله يستحيل انك تستخدم فيريبلز، لانك ما تعرف كم عدد الفيريبلز اللي راح تعرفهم قبل ما يبدا البرنامج. ولكن باستخدام الاري زي ما تكلمنا قبل، فان الاري تسمح لنا اننا نعرف الري من اي حجم، نستطيع ان نحدد حجم الري، فممكن نقرا العدد بعدين نحدد حجم الري. ابغاك بعد ما اني اوريك الحل هنا باستخدام الري، حل هذا باستخدام الري، انك تحاول انك تحل المشكله هذه. انا راح اوريك ان الحل ل 100 نمبر. زين، ابغى منك انك تحاول انك تحلها بحيث انه يكون الحجم مدخل من المستخدم، عدد الاعداد مدخل من المستخدم وليس ثابت، يعني بمعنى انه 100 زي اللي تشوفه هنا. طيب، الحل بكل بساطه وش يسوي؟ الحل سهل جدا. اولا يسوي سكانر حتى يقرا الاعداد طبعا، بعد كذا يعرف الري فيها 100 عدد من نوع دبل، فيها 100 element، بعد كذا يعرف لي سم، بعد كذا فور لوب. في الفور لوب هذه
يقرأ لي العناصر اللي في الأريه عنصر عنصر، زين. بعد ما يقرأ العنصر يقوم بإضافة قيمته للصم، زين، يقوم بإضافة قيمة العنصر هذا للصم، ثم بعد كذا يطلع لي الأفريج، زين، اللي هو الصم على 100. والخطوة الأخيرة أخيرا يسوي لوب مرة ثانية على الأري، وإذا شاف أي عدد أكبر من الأفريج يقوم بطباعة العدد هذا. خلينا نشوف البرنامج في باستخدام جيليت. هذا هو البرنامج، تقريبا نفس البرنامج. أنا عدلت تعديل بسيط هنا فقط، هو إني جيت عرفت constant اسمه size. لاحظ إني كتبته capital letter لأنه زي ما قلنا العرف بين المبرمجين هو إنك تستخدم capital letters للconstant. زين، الكونستنت معنى انك تستطيع انك تعطيه قيمه في البدايه وبعدين ما تقدر تغير قيمته، يعني لا يمكن، خلاص اعطيت السايز هنا 4، لا يمكن في اي مكان هنا اني اغير قيمه سايز اثناء تنفيذ البرنامج. زين، اعطيه قيمه ابتدائيه وخلاص وانتهينا. فالفكره هنا انه الان انا عندي اري وحجمها ليس مدخل من قبل المستخدم، وانما انا كمستخدم انا كمبرمج حددت حجمها بناء على سؤال او مشكله جتني، فقال لي المشكله 100، المشكله اللي جتنا 100. زين، فانا حددت حجم الاري. خلاص، بدل ما اني ليش انا الان ابغى اوريك، انا ابغى احل لك السؤال باري حجمها 4، لاني ما راح انفذ لك البرنامج ال100 عنصر، طبعا راح ياخذ وقت طويل مني ومنك، زين، بدون اي فائده. فانا قررت اني احلها ب4، لكن بالطريقه هذه لو بغيت احلها ال10 ال20 30، اروح بس اغير الرقم هذا، زين، بدل من يكون 4 يكون 10، بدل من اني اروح اغير هنا واغير هنا واغير هنا واغير كل الاماكن هذه، لو بغيت اغير عدد العناصر اللي في الاري، الاليمنتس اللي في الاري، بكل بساطه اروح بس اغير الرقم 4 هذا وخلاص، واستطيع وبالطريقه هذه اكون غيرت الاليمنتس اللي في الاري. لاحظ شيء مهم جدا، انه الرقم هذا غير مدخل من المستخدم، ما هو هذا السؤال اللي انا طلبته منك، ما هو هذا الاكسرسايز اللي طلبته منك، اللي طلبته منك انك تروح تقرا القيمه هذه من المستخدم، يعني فكره ثانيه، زين، فكرة تختلف شيء بشيء بسيط لكنها قريبة جدا من هذه. إذا الفكرة هذه أنا حطيتها عشان الآن راح أنفذ لك برنامج مرتين. في المرة الأولى راح أنفذه عشان نشوف البرنامج كيف يشتغل 4 عناصر، في المرة الثانية راح أنفذه 100 عنصر عشان بس أوريك كيف الأرينا ممكن فعلا تصير 100 عنصر، أوريك إياها على الطبيعة يعني زي ما يقولون. طيب خلنا نبدأ الآن تنفيذ البرنامج. أول شيء طبعا البرنامج ما فيه يعني بداية تنفيذ، راح يسوي لي السايز، راح يسوي لي سكانر. بعد كذا هنا لاحظ تعريف الاري، اول شيء عرف لي الريفرنس نمبرز، بعد كذا حجز لي الاري في الذاكره، سوى الوكيشن للاري او كرييشن للاري من 4 عناصر تبدا من 0 وحتى 3، زين، لانه السايز هنا عندنا 4، زين، فهي 4 عناصر. وبعد كذا الان بيربط لي الاري بالريفرنس التابع لها، الاري طبعا اسمها نمبرز. لاحظ ان الاري في الهيب، تكون في الهيب زيها زي اي اوبجكت ثاني. طيب الآن نكمل التنفيذ، عرفنا الأري انتهينا، الآن نعرف لي الصم. بعد كذا الآن بدأ في اللوب، بدأ يقرأ عناصر الأري، الآن يقرأ العنصر الأول، لاحظ أنه الآن يقرأ العنصر الأول، حدد الاندكس i اللي هو 0، فقال أوكي إذا العنصر الاندكس حقه 0، الإلمنت الاندكس حقه 0 هو الإلمنت الأول، ندخل القيمة، القيمة 1. الآن راح كمل التنفيذ، لاحظ أنه الصم أخذ زاد عليها قيمة العنصر الإليمنت الأول، فصارت الصم هنا الصم بواحد، زين. كمل الآن التنفيذ، يروح للعنصر الثاني، لاحظ دخل العنصر الثاني الآن، نعطيه 3. استمر في التنفيذ، خل بس نخفف السرعة عشان نشوف الآن دخل للعنصر الثالث، نعطيه 5، زين. الآن حط الخمسة في العنصر الثالث، بعد كذا راح يضيفه على الخمسة، فالآن راح يقرأ مرة ثانية العنصر الثالث اللي هو الاندكس حقه 2، زين، قرأ قيمة العنصر، جمعها وكمل لنا. مرة ثانية الآن خلينا نشوف كيف يقرأ العنصر اللي بعده. طيب الآن العنصر الأخير هو 7، راح نعطيه 7، راح يضع القيمة 7 هنا، بعد كذا يكمل البرنامج. أعتقد أنه البرنامج واضح هنا.
الآن راح انتهينا من الأري، خلص من الأري. الآن بدأت اللوب الثانية. اللوب الثانية راح تمشي على الأري عنصر عنصر، راح تشوف إذا كان العنصر أكبر من الأفريج راح تطبع العنصر. طبعا واضح أنه في عندي 1 و3 و5 و7، راح تطبع الخمسة والسبعة وما راح تطبع الواحد والثلاثة. الآن مشاء الدورة الثانية في اللوب، بعد كذا الدورة الثالثة في اللوب، طبع لي الخمسة طبعا راح يطبعها، خلينا يمكن نبطئ شوي. بعد كذا الدورة الأخيرة في اللوب طبع لي العنصر، لا تلاحظ أنه طبع لي خمسة، طبع لي هنا سبعة، وانتهى البرنامج من التنفيذ. انتهى البرنامج من التنفيذ. إذن هذا هو تنفيذ البرنامج اللي شفناه سابقا. خلينا نشوف شيء سريع فقط، اني راح اوريك لو تكون الاري 100 فقط حتى تشوف كيف الاري يعني راح يكون شكلها، تشوف انه فعلا الاري يعني شيء ممتاز انه تحجز لي 100 عنصر. شوف لاحظ اني فقط غيرت هنا السايز بس، زين، مجرد اني غيرت السايز كل شيء تغير معي والبرنامج ما زال صحيح 100%. زين، خلينا نشوف الان كيف راح تكون الاري. الان يسوي سكانر، الان الخطوه الثالثه سوى لي الديكلاريشن حق الاري، الان جاي يسوي الالوكيشن للاري. لاحظ الان الاري معي هنا، خلينا نسوي ننتظر هذه. لاحظ الاري معي هنا 100 عنصر من صفر، من صفر الاندكس هنا صفر، وحتى الاندكس 99. زين، اذا يعني تخيل نفسك لو كنت تبغى تعرف 100 فيريبل من نوع، من نفس النوع. طبعا هنا شيء مهم جدا، ذكرنا شيء هذا في الدروس السابقه، كان في سؤال كلهم من نفس النوع دبل، زين، لكن استطعنا نعرف 100 فيريبل من نوع دبل، سميناهم هذول كلهم مجموعين مع بعضهم كذا في array واحده.